بقى يا حاج عشان نكرمك في المكان اللي ابتدى فيه محمد الله يرحمه، لعب هنا في مركز الشباب. ربنا يكرمك يا كابتن. كنت بتيجي تتفرجي عليه وهو بيلعب هنا وهو ولد صغير؟ لا. جاي عشان نقف قدام الملعب اللي ابتدى فيه مشوار حياته هنا في الملاعب، كان ابتدى هنا في المركز الشباب ده. انا جاي النهارده عشان يعني نكرمك وسط اصحابه وسط اهله وفي المكان اللي هو ابتدى فيه. ربنا يكرمك. حتى في مجموعه من الشباب بيلعبوا في الملعب اللي هو ابتدى فيه محمد الله يرحمه هنا. ربنا يكرمك يا كابتن يا رب. احنا برضو واقفين هنا قدام صاله الالعاب اللي بتحمل اسم الراحل محمد عبد الوهاب ده، يعني تكريم من مركز الشباب اللي ابتدى فيه هنا. ايوه، هما كانوا هنا كلهم واخدينه كابنه، وهو من شطارته كان الله يرحمه كان كله بيحبه هنا. فبعد ما مات عملوا له الصوره الكبيره دي وسموا الصاله دي باسمه. وانا برضو بناشد المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه ان الملعب اللي ابتدى فيه محمد عبد الوهاب يا ريت يتسمى باسمه، ويكون فيه يافطه كبيره مكتوبه باسم محمد عبد الوهاب الله يرحمه. تعالي برضو يعني نقف في الملعب بقى، الملعب اللي ابتدى فيه محمد عبد الوهاب. اتفضل. في الملعب ده محمد الله يرحمه ابتدى هنا، كانت البداية هنا وكانت النشأة هنا، وكان مشوار التألق كان هنا من الملعب ده. أيوة. كان بيجي من البيت للملعب ده لوحده، ولا كان في حد وهو صغير لسه ولد صغير كان بياخده في ايده، ولا هو عارف الطريق؟ كان بياجي مع الأولاد. صحاب مع الأولاد. أيوة. وفضل بقى لما بقت هو لوحده اللي ياجي. لحد ما كتب نفسه واحنا ما نعرفش. علشان كده ربنا يديك الصحة يا حاجة، جينا هنا في الملعب اللي ابتدى فيه محمد، جينا عشان نكرمك هنا من الملعب ده. ربنا يكرمك يا كابتن. في نفس المكان اللي ابتدى فيه. ربنا يكرمك. قولي لي بقى، هو كان بيرجع لك بعد الماتشات وهو راجع في اخر اليوم بقى وهربان من المذاكره وهربان من الغيط، الاصابات بقى وهو صغير كان بيرجع بقى الاصابات، كان هو متعور؟ كان بيخبي. يخبي كل حاجه وعشان ما حدش يقول له ما تروحش وما تلعبش والكلام ده. يعني لو عنده اصابه ما كانش يقول؟ لا، عشان يجي تاني يوم يلعب هنا في نفس المكان ده. لحد ابوه ما كان بيقطع له الكور. كور. كان بيقطع له الكور. ما كانش حد عارف انه هيبقى نبغ. لا محمد ما شاء الله، يعني كان نبغى في كل حاجه، في الكوره وفي ذكائه وفي كلامه وفي المدرسه وفي كل حاجه، مع الناس وفي مدرسته. هو كان ابن موت. كان ابن موت، بس والله هيفضل الناس كلها يعني عايش في قلوبها محمد، وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بسبب الاسباب علشان تفضل سيرته لحد دلوقتي وتفضل سنين طويله. هو ربنا بقى عايز كده. اللي عايزه ربنا احنا راضيين به. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واحنا هنا في مركز الشباب، مركز اللي ابتدى فيه محمد عبد الوهاب الله يرحمه مشوار تألقوا في الملاعب المصرية، جينا النهاردة لست الكل والدة محمد عبد الوهاب علشان نقول لها شكرا، شكرا من القلب انك صبرتي واحتسبتي ودايما بتدعي لمحمد انه يكون في الجنة. محمد عبد الوهاب اللي هيفضل دايما في قلوب كل جماهير مصر. كتير مهما عملناه.